بسم الله الرحمن الرحيم. على حلقاته عشنا طفولتنا وفي سنواتها الأولى حفظناه، يزيد وداد صحبته أو يزيد وداد صحبتنا بصحبته، وتأتلف القلوب إذا تلوناه. وكان الحب للقرآن رائدنا، وما نلنا الأماني البيض لولاه. أتذكر كم تزاحمنا نرتله، فعلمنا إخاء ما نسيناه. ومن أحيا كتاب الله أوله، به يلقى الإله إذا توفاه. أيها السادة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم دوايا وكتاب، الذي نعيش فيه معكم أطرف المواقف وأبلغ المواقف وأظرف المواقف التي تدور في هذه الكتاتيب، كتاتيب تعليم كتاب الله سبحانه وتعالى، التي احتضنتها هذه البلاد منذ قرون طويلة. وهذه البلاد لها الباع في ذلك، فهذه الزوايا في ربوعها شاهد صدق على أنها من قديم الزمان، يعني القرآن الكريم يدرس في جنباتها وأركانها، وقد اعتنت هذه البلاد بتدريسه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق بلادنا لما فيه الخير أو لما فيه الخير والصلاح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. رحبوا معي بفضيلة الشيخ عبد الكريم قبقوب الطشاني، مدرس القرآن والإمام بمدينة تاجوراء. هذا الرجل الذي درس القرآن وتعلمه على مشايخ هذه البلاد، ولا زال يحمل هذا المشعل ويدرس القرآن الكريم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن، مش تعلم بس، لا، قال وعلمه. لابد أن يعلم هذا العلم الذي علمه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم. أهلا بك. أنسنا في برنامج دوايا وكتاب، بارك الله فيكم، الذي نتحدث فيه إن شاء الله تعالى عن ما يدور في الكتاتيب. فشيخنا، بداية، كيف كان توجهكم أو تعلقكم بالكتاب، أو كيف كانت مسيرتكم البدائية بالكتاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. في بداية الأمر نرحب بكم، بارك الله فيكم، لهذه المجهودات الطيبة. وعشنا مع القرآن بداية لأن أبي رحمه الله من أهل القرآن، من حفظ القرآن. فكنت أنا لست أقرأ، ما نقرأش في مدرسة، القرآن، كنت أقرأ في مدرسة عامة. والدي يقري في القرآن، وأنا أقرأ في مدرسة عامة لين خذيت الابتدائية. والوالد كان من الحفظ، يعني من الحفظ الممتازين المشهورين. ما شاء الله. طبعا القبيلة هذه قبيلة التشاني، فيها الولي صالح هذا سيد التشاني جدنا، نعم، فيها مشايخ حفظ في القرآن. نعم. فنتذكر أن يوم الأيام سبب قراءتي للقرآن أنني تعاركت أنا وعمتي. الله. تعاركت أنا وعمتي في الثانية، ودرت لها البريطة شيء حرشة والدي. والدي قال يسمع إلا أخواتي من بيحددتك فيهم. أيه. أوني خالك مداير الكتاب، وبرق أنت خالك، اللي هو يعتبر خالد الوالد، الشيخ الفتوري التشاني هذا رحمه الله، هذا الشيخ خال الوالد. نعم. مشيت أنا في فترة الصيف درست عنده القرآن الكتاب. إيه. وصابحة لما كملنا الصيف صابحة مدرسة الإعدادية. نعم. بنمشي للمدرسة الإعدادية. إيه. والله الموقف هذا قدام عيني، لأن إحنا نسكن حدا الجامعة هذا التشاني، بيتنا هيك وبيت الشيخ الفتوري التشاني هيك، لأنه قارب. والموقف هذا كان الدافع ل إيه، جاء الشيخ صلى المغرب في الجامع وروح قدم على أبوي،
يا ولد عمتي يا ولد عمتي، طلع الوالد رحمه الله شين يا خالي يقول له، قال له عبد الكريم هذا ولدك ولا ولدي؟ الله. قال له ابوي ولدك. قال له من اليوم ما فيش مدرسه. شنو؟ قال له هو لك. قال له خلاص يجي يغوض الصبح ما في مدرسه. اي نعم. استمر الشيخ رحمه الله من صلاه الفجر لا يمل ولا يكل، لا يزكي على الله احد ولا كثر رجل هدايا، لم ارى اخلاصه في القران. الله. والله من صبح هو عروسي يقرا في الوظائف ثلاثة، نعم. الإسماعيلية والحطابية والزرقية، وبعدين يقعد بالخرب ونجوحني الساعة 7 6 يبدأ معانا تدريس، يجي الساعة 10 يعطينا فلوس ونمشي نجيب فطور. الله. فطر فينا هو رجل هدايا هذا على قد ما قرينا عند رجل هدايا الفطور منه هو. الله الله. يطلقنا نفطر وهو يصلي صلاة الضحى، عند يصلي في 12 ركعة ولا 8 ركعات صلاة الضحى. نعم. بعدها نولوا احنا لامتى؟ للظهر. يعني سبحان الله حتى وقت الاستراحة كان عامرا بالاتصال بالله. وجني ويقول عنده قاعدة، يقول المحفوظ لوح أخضر يمشي على البقر. أنا مش حيصير منه. يعني لازم تحفظه لما تكتب لوح لازم تحفظه. أي. حتى 80% وتعرضه عليه. يقول المحفوظ لوح أخضر يمشي على البقر. أنا مش حيصير. مش حيصير منه. يصلي الظهر. صلى الظهر هو عادة رحمه الله يوم صايم ويوم فاطر. قد ما عشنا معاه، أنا قعدت معه 20 سنة حتى بعد ما تخرجت كانت تنقري معاه، يوم صايم ويوم فاطر رجل هدايا. سبحان الله، خير الصيام صيام داود. كان صايم بيقعد يقدر يقيل في 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 الروضة في الشيخ، وكان فاطر بيروح يتغدى ويولي الساعة 2:30. إيه. لا أنت لصلاة لا شيء، مش عندك يوم الجمعة بس يرتاح فيه. يرتاح فيه بقي كل الأسبوع. ما والله لين مات بهالطريقة. وهب نفسه القرآن. القرآن. الله. عندك يوم الخميس يعطي فيه نقرأ في سورنا ويعطينا فيه أحكام ويمشي يقرأ عليه الشيخ عبد الفتاح المرصفي. إيه. هذا عالم من علماء مصر. نعم. وعنده السند. الشيخ عنده السند. صاحب أصول الكتاب وأصول رواية قالون. أيوه. نعم. وعنده السند عن الشيخ قرأ عليه ثلاثة ختمات بعتالي أعطانا السند يعني. ما شاء الله. خذنا السند من الشيخ. استمرت الحياة هيك. والله القلم لو المحفظة حقيقة ما حفظنا منها شيء. إلى بد الشقة لولا هذه. إيه. ولو نكتب فيها بالخروبة مش حتى تمن. هذه شيخنا على ذكر الخروبة والشقة وكذا، هذه مصطلحات ممكن احنا نذكرها يعني. الخروبة هذه نص تمن. إيه. نص تمن يقولها خروبة. إيه. والثمن ولي ثمن. الثمن هذا كامل يعني. كامل. نعم. سيدي بسيدي الشيخ تأثر. تأثر لأن ما حفظنا شيء، هو يبينا مجهودة صبح. وليل قال عندي دعاء اللي بنعطيه لكم تقولوه كل بعد صلاة الصبح 10 مرات. الله. والله حفظناها منا صلنا فتح بعدها بالدعاء. الدعاء يقول بسم الله الرحمن الرحيم ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكمة وعلما سخرنا ما دعوود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أكرمنا بجودة الحفظ وسرعة الفهم وارزقنا الحكمة ومعرفة العلم وثبات الذهن يا رب العالمين. 10 مرات بعد صلاة الصبح صار لنا فيها فتح. يا ريت شيخنا كريم، هي الآية واضحة دي من سورة النمل. ففهمناها سليمان. لا الأنبياء. الأنبياء عفوا الأنبياء. نعم. ففهمناها سليمان، لكن الدعاء ممكن تعيده لربما طلاب القرآن. يا حي يا قيوم الله سبحانه وتعالى. يا رب موسى وهارون. نعم. ونوح وإبراهيم وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أكرمنا بجودة الحفظ وسرعة الفهم وارزقنا الحكمة ومعرفة العلم وثبات الذهن يا رب العالمين. آمين. 10 مرات بعد صلاة الفجر. بعد صلاة الفجر. بعد صلاة الفجر. الشيخ رحمه الله حتى يمشي للثانية بتاعها، يمشي للحوازة بتاعها يعني وراه، عند حميرة أكرمكم الله يمشي عليها وحني وراها نقرأ في صورنا. الله. والله سبحان الله. الثانية تبعد على الخلوة ممكن كيلو، حني وراها 5 4 فار نقرأ في صورنا وهو مع الحميرة. يعني كان يسمع لكم. اسمع كل حد يرده وبعدين ينزل يركب النخلة وحني لوطة. والله سبحان الله. سبحان الله. هذا غريب جدا يا شيخنا في 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 تعمير الوقت والحفاظ عليه. حتى فوق النخلة ما بيكش تسكت، لازم تتلى. والله بينرفع النضات ما تكفف هو من النضات، ما هي غادي لازم يا يتلى هو يا يتلني.
نمشي مش هسه ما ساكت يعني فاضي لابد وقيام الليل سبحان الله الليل مات وقيام الليل من الساعة 2 ليل يصير الصبح طيب رجل لدي سبحان الله حقيقة أنت يعني بهذه الكلمة قال ولدك ولا ولدي كان استقبال شيخي لك فأنت يعني أثرت في نفسك وكان موقف مؤثر موقف كيف وفرحت به والله فرحت من أني بس أغلبها المدرسة والله ما رغبها نعم والشيخ رحمه الله يقول لي يا بن نور تموت ما تلقاش من يقرأ عليك ختمة الله والله سبحان الله يقول لي يا بن نور أعطينا واحد ولادك سبحان الله شيخ موت ما تلقاش من يقرأ عليك ختمة وهذه مهمة جدا الله. لأن ابن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث فذكر منها ولد صالح يدعو له قال السيوطي رحمة الله عليه علوم بثها ودعاء نجل وإذا كان الولد لا يحفظ القرآن يعني حتى آية أو آيتين أو يعرف على الأقل يقرأ القرآن من الكتاب نعم فعشنا هذه الحياة بعد ختمنا القرآن سقط لأني ختمته البحر يبوي على الشيخ الفتولي نعم البحر زوز فطايم كبار زردة كبيرة زردة قالوا لتبلونا لتبلونا وتزيحن يستبشرونا والتخروف بقرونا الله الله لما توصل يستبشرون والله عشنا أيام نعم يرحمه الله مرة بيصلي العصر بيمشي للحوازة الثانية أن إحنا ما صليناش العصر تلت انفار قعدنا نلعب في الخلوة إيه نعم طلع أنا لما رأيت البد في الداخل في الخلوة وصول صنيع أعطاهم فجأة توني مجانيش سكر الخلوة بسكر بقفل إيه؟ معنا بعاش بيجينا تاني يوم الصبح أنت قعدت محبوس في الخلوة الخلوة فيها روشن ما فيش حديد نقصت منها ومشيت بينا بنقرأ إيش بحري قال لي ما نقريش في الستين يلا روح الله الله سبحان الله والله في تاني يوم جيت كأنه في حاجة بكل سبحان الله مربي والله قعدوا مع متشات من البيضة مش دابية من نجر في المربوعة متاعها ياكل ويشرب ويقرأ في القرآن كده يو يصرف عليه سبحان الله عشان محني أمه إيه موجودين من تشات من نجر من زليتن من بيضة من مجدابية ولا المنارة كانت في تاجورة يعني حوش لا المنارة مربوعته نعم في المدة الأخيرة عجزوا نكبر بعشي كثيرين قاعد يقرأ في المربوعة متاعها ويجوه يقرأ عنده وكان يدرس بالطريقة البدائية هي بالألواح والله هو كفيف تكفف السنة الأخيرة نعم ورد له بصره تلت أيام الله والله لقيته يبر في قلمه هو كفيف قلت يا سيدي أنا وطيت نجرح وتوا خلاص أنت أيام البري بتاعك بريت والله ما غزر وقدمت يعني شين قال لي والله قال لي عيد اكتب بسم الله الرحمن الرحيم أنا رابح الله أكبر الله والله. أكبر الله أكبر قال لي اكتب بسم الله الرحيم أنا رابح سبحان الله والله العظيم كنت قاعدنا معي قشت معني بس يوم الأيام اغتاب نفر لا قد ما عشت معنا 20 سنة هذه القرآن هذا أخذ يا أخلاق القرآن مغتاب فيها قد سبحان الله إني أجلس ولا قال ولا يقول فلان صف تلانات لا تكلم هذه أخلاق القرآن لكن والله ما تقدر تشبه له من النور اللي في وجهها شعشع ولما توفى في 93 جت البلدية بتفتح الطريق في زبانة طبعا هو وسط هو قبر فصل الطريق نعم قالوا اللي عنده قبر يمشي يفتح عليه طبعا الناس التمت كلها بتشبح الشيخ فتوري شنو والله اربع انفار انهضناها من القبر لقيناها كيف ما هو 10 سنين اللي 10 سنين متوفى في 2003 طلعناها انا واولاده زوز والشيخ اسامه الغرياني معنا اكرمه الله سبحانه وتعالى كان الراجل هدايا بريحته بوقاره كان بيت راكد البارحه في القران القران يا جماعه القران سبحان الله يعني الذي يتلو كلام الله سبحانه وتعالى مستحيل تقرب النار عند عمره في الثمانينات عمره في الثمانينات ولما يجي رمضان في الثمانينات عمره يصلي في الترويح مع الجماعه ياخذ معهم تسليمتين ثلاثه ويروح الجماعه ينود يصلي في الترويح بروحه في ختمه وينود لتهجد الليل الله سبحان يعني الله يعني عشت مع الرجل هذا يا كيف كانت طريقته في التدريس؟ تدريس بالكتاب والله لم يمل المل لا يعطيه لك وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين تتبقى. لا
عودتش عودت لك عودت لك عودت لك سبحان الله. وطلب متحلقين حوله وفي الوقف ولا يخليك تعرض إلا تعرض تقدر الوقف الهبطي يعني الهبطي إيه خليك لابد تكون حافظ الوقف تقدر الوقف الهبطي سبحان الله. والتنزيلات كان يعطي في ينزل على الآيات تنزيلات بلهم بل قليلا تعالى الله قل ممكن نتذكرنا منها شيخنا يقول ما نزل الله بلا خلافة في الملك والقتال ولا عرفة معناها ما نزل بقي كلها ما أنزل بالهمزة إيه. ما نزل الله بلا خلافة في الملك والقتال ولا عرفة ويقول الآن مظفر حيث كان إلا في سورة الجن يا فلان الله سورة أكبر. الجن لا مليث وهذه ترسخ في الأذهان تولاه في الحج لا تنساه ماذا؟ تولاه إيه. لما ليه فدي غريبة نعم يقول تولاه في الحج لا تنساه فعلا سبحان الله احذف ترابا في ثلاث كلمات في الرعد والنمل وفوق النازعات الله وهذا كله حفظناه منه هو رب. سبحان الله حتى شيخنا كان يذكر منها يعني يقول كرم هو خراز الشيخ ضبط خراز مش الداني اي حتى شيخنا كان بالخراز يعني يقول مثلا يقول لك كالصريمي كرمين كرتين لا قلنا في هذا نعم كله. نعم اهدى في السطر يا فلان الا في الواقع تحت الرحمن سبحان الله هذه ما عادش تلقاها يا شيخنا تو في الكتاتيب اللي موجوده اهدى في السطر كل اهدى في السطر الا في الواقع تعال تحت الرحمن تحت اللي نعم اي ده في نعم. سطر يا فلان الا في الواقع تحت الرحمن يقول لك صرعى في السطر طرعى مش معناه بليف مش بليف يا بالمقصوره صرعى في السطر طرعى تترى يقول لك نقطتين زي القدره وليف زي المدره الله اكبر ما عادش تنساها انت خلاص إيه؟ والله لكن لما يبدا غيض الماء غيض الارحام غيض الماء ما في مش غيضه ضاد بالضاء إيه؟ غيض الماء وغيض الارحام الزوز مش مشالات نزل على فتنين سبحان الله امور ايه هذه هذه من الحنكه واننا في هود بالدليل تدعوننا في صوره الخليل سبحان الله ما هو ان في هود واننا لفي شك مما تدعون إيه؟ وفي ابراهيم واننا لفي شك مما تدعوننا كيف تعرفها يقول واننا في هود بالدليل تدعوننا في صوره الخليل مع سورة إبراهيم إيه. وفرق لكي لا على صحيح النقلي في الأحزاب والحشر ثم النحلي هذا لكي لا بروحة ثلاثة فروقات سبحان الله هذا يقوي الحفيظة ويقول إذا حفظ الطالب المتشابهات أدخل القرآن زي بلهم بل قليلا تعال الله قل تعال النمل بلهم قليلا قل تعالوا بلهم بل يقولوا مشايخنا لولا المتشابه والحوامية الحمال القرآن في الحديث استغفر الله يعني سبحان الله قل تعالى يا فقيه تعقل تتذكر تتقي إيه؟ تعقلون تتذكرون تتقون ترتيبها يعني قل تعالى يا فقيه تعقل تتذكر تتقي هذوما تنزيلات في الأنعام هذه في الأنعام نعم تعقلون تتذكرون تتقون سبحان الله في الأمور هذه هو كاين ملم بها رحمه الله هذه مشايخ لو لي نكل كانوا هكي كانت التنزيلات هذه بالأمثال حافظه كبيرة في الأربعينات الله حافظ القرآن عند سبع أولاد خمسة هذوما علماء تعرف تشرب محمد فتوري شيخ محمد شيخنا نعم هذا شيخ محمد فتوري رجل من العلماء نعم ولاد ابو عشيله والهاشمي تبعتهم علماء نعم ودريتها تو دريتها اغلى بيتهم حافظه سبحان الله سبحان الله السر وقع فيهم في القران في القران القران سبحان الله والله سبحان الله جرد يقول اصلح لي في ذريتي الله في دعاء جرد يقول اصلح لي في ذريتي وهذه هذا يا شيخنا الكريم ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لاهل الله واهل القران هم اهل الله وخاصته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن جامع وين في سيدي عبد الكريم امام مبني هدايا نعم وانا نقري له اياه في الخلوة ما هو قاعد نقري معاه في الخلوه نعم قال لي يا عبد الكريم سمعتهم قالوا بيديروا جامع قلت له قالوا بيديروا جامع قال لي بيت علي جي العشيه قلت له جاي عشيه والله اعطاني 1000 جنيه قال لي قول ما يبدو به تو جاي من الخير الله طب والله العظيم يا سبحان الله جت الامور كلها تجيب في الشمن فإنه يرى بنور الله والله سبحان الله نعم والله مر معنا طالب أمه مطلقة نعم أبوه تعبه لين أبوه في اللجان التوعية وكذا تعبه إيه الولاد هذا يجي في سوريا عربية في صقع يجي في سربع بدلة عربية الشيخ يتلف ملسه قال وين تلمسه؟ قال وين جرتك يا محمد؟ أنا ما عنديش يا سيدي قال به عشية الشيخ ذاك اليوم عزوزته قطعت له جرد جديد والله جابه معه في العشية يا محمد يا فطيس يا نازل
قال خذ جردته. قال لا يا سيدي هذا بني دارت لك عزوز تكتب لك تلبسه. قال أخوي ده ولدي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الله والله العظيم. وهذه تذكرني تو قلت له اعطيني جرد، قال لي والله تعطيني فيه مليون. بتاع الشيخ ايه وين تحصله انت؟ هذه الشيخ قريه رحمه الله عليه سبحان الله، هذا كان رجل عالم، وقالوا جاه واحد يتصدق بعنز، والعنز هذه شكلها كانت مكسوره، فقال له شيخ هذه هاك للطلبه، قال قل الصدقه بتاعك غادي، ربي يقول في القران لن تنالوا البر، وقال ان في القران ايه هي للعشاق طب، الله اكبر، لن تنال البر حتى تنفق مما تحب. ايوه هذه سبحان الله، الله يعطيها له. قال لا فعلا هذا القران، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، من لم يتم يعني يتخلق بالقران فهذا يعني يكون حجه عليه لا حجه له. والله هو في اللحظات الاخيره نعم انا حضرتها، يقول لي بالنور هو إيه؟ على ابوي قال هي نقروا اقسم بالله في السكرات. الله قال هي نقروا، قلت له هي نقروا، قلت له من بيت البقره هو في السكرات هذا يحتضر يحتضر نعم يقرا بعدين يمشي في عالم ثاني غيبوبه، وفي يقول قاعد عبد الكريم، يقول قاعد يا سيدي هينا نكمله نوله سبحان الله. وصلنا فيه ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ما حدش يقدر يتكلم. الله والله يعني يقول أيقب تعرف يقول يوحد وخلاص سبحان الله، كرمه الله سبحان الله. هذا 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 فضل لا يؤتاه إلا من عاش. وخصة أختها صلي معاه، أختها أكبر منها صلي معاه في جامعة، في يوم الأيام في سورة يوسف نعم ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما، وفي سورة القصص ولما بلغ شده واستوى. ايه فيها استوى. استوى هو مشى يقرا في يوسف مشى ليه واستوى. شو قلت له؟ قلت له مشيت للسورة الثانية أنت. بكثرة تتبع فيه. ايه وهذه مداومة معاه. كانت تسمعه. ايه تسمعه ديما معاه. هذه تذكرني بفاطمة بنت الإمام مالك. قلت له انتقلت للسورة الثانية. سبحان الله فاطمة بنت الإمام مالك. قال لي لا واحكي لي فيها. قال لي فاطمة السلام قال لي قعدت نضحك. سبحان الله. ففاطمة بنت الإمام مالك كانت وراء السترة تسمع الموطأ من الطلبة يقرؤونه على الإمام، فإذا أخطأ الطالب تطقطق هي على الحيط من الخلف تقول له يفهم الإمام يقول له رد ولي للحديث. سبحان الله سبحان الله. في قلوبهم نور. أي والله شيخنا الكريم، يعني نحن ما زلنا نعيش أجواء كتاب الشيخ محمد الفيتوري والأشياخ الذين درستم عليهم من غير الشيخ محمد الفيتوري أيضا، لأننا نحن الآن لكن خلينا مع الشيخ محمد فيتوري. كيف كان الشيخ محمد فيتوري يتلو القرآن؟ الشيخ محمد الفيتوري الشيخ فيتوري نعم مرة نبو منك يعني ايه هو يقرأ هيك قراءته بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يعني كان يقرأ بالأحكام ولا يقرأ بالأحكام؟ إيه؟ بالأحكام لأن أقرأ على المرصف في الأحكام. كان متقنا يعني متقن. إيه؟ متقن الأحكام المرصف يعطيه الإجازة تلت ختمات يقرأ عليه. إذن هذا كان متقن معناها. مرة قال لي شن قال لي؟ قال لي والله يا عبد الكريم كنا نقرأ ما يسمعني واحد. الله إخلاص إخلاص. إيه؟ سبحان الله. قال لي قال كنا نقرأ ما يسمعش واحد بيني وبينه، وقال لي مرضى شعور برب بروح اني نكلم في ربي في الليل يعني كثر التلاوه اقرا قال لي روحي كاني نخاطب في الله سبحانه وتعالى. فعلا هو كلام الله. هو اللي احنا اللي الان يا شيخنا اللي هو خلى القران ما ياثرش نقرا فيه على انه نص تاريخي وخلاص. أي مش روح مش روح مش وحي مش روح مش روح احنا لو علمنا متعلق به نمشي لزرده نمشي لزرده نطلع طلبه زرده. اي نعم انت تقول زرده احنا بنهدرس هو لا يقرا يتلى يتلى والله العظيم ما فيش جيب له ماكله ياكل كذا لكن يتلى بتقعد تطلع معها باهي يتلى بروحها ما يفوتش وقت بكره. يقولوا يعني لابد كان عنده ورد يتلى فيه يوميا ديما ورتب هل رتب لكم اوراد يعني قال لكم متى والله عرض علينا هذا حتى الطريقه هو يعني ايه؟ خوفي صغيري يخوف منها اقصد اوراد القران يقولوا مثلا صاحب الخمسه لا ينسى اجزاء لا هو يبيك تفتح عيونك وتقعد تتلى لابد حسابك ماكينه لابد تطلع ديما تطلع سبحان الله حتى قول لنا ديما تطلع خذت والله خذت فينا شفت فينا العالم بتاعك بالزي لكن ما هي اهو طيب ما هي مثلا الصفات انتم اللي اتصفتم بها
التي كان الشيخ يتصف بها وانتم مارستموها تحسوا في روحكم انكم تخلدوا فيها يعني ممكن في التلاوه اكيد التلاوه سيء نعم والله الانسان يمشي فلت زكوا انفسك ما يمشيش يشكر روحه خليها لا لا اذكر لنا يعني هذا من باب اظهار يعني من باب البر بالاشياء لان احنا نتبع في حبناه وحبنا هو حتى هو لما مشيت انا قريت في صيت في معهد القراءات هذه سنذكرها ان شاء الله ايه في الحلقه الثانيه نعم هو راجل ينادي علي الطلبه قالوا الشيخ ينادي عليك نقول الشيخ في صيت عبد كيف في صيت الله متعلق بي وانا تعلقت بي ولكن والله أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه لا يغتاب لا ولا يقول لك فلان صفت والله مرة أقول لك نعم مرة نقرأ في الصفارة بعد المغرب في جماعة فيه مزار في سيدي الأندلسي نعم مشوا صيبوا التلاوة ومشوا لل طب عندي روح الفالح أنا بنقول للشيخ قلت يا سيدي راهو اليوم جماعة مشوا لل المزار قال لي يا ولدي أجيب لنا حد هنا اللي بيقرأ هذا الخلوة اللي بيشقرا بتقولش فلان لا ما دخلناش فيه الله والله اللي قاعده ترن فودني والله هذا موقف مؤثر والله قال لي ودي مش بدنا حد هنايا هني بنقرا القران يعني انت جئت تنقل لها ان تقول ان الطلبه سيب القران ومشوا للمزار اي ما بيش كلام هذا هو ما بيش يبي يقرا كان هذا بالقران ولا برا من خلوه مش بدنا حد نعم بارك الله فيك شيخنا ان شاء الله تشاهد معكم ان شاء الله تعالى في الحلقه القادمه عن الطرائف والظرائف التي تدور في الكتاتيب فإن شاء الله نعد أستاذ المشاهدين بذلك بارك الله في الشيخ عبد الكريم قبقوب الطشاني على هذه اللفتة الجميلة وهذه الكلمات المباركة فإلى أن ألتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.